بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في الدرس الثاني من كورسنا VMware View 5.1. في الدرس الثاني هنتعرف على اللاب سيت اب الخاص بنا. هنتعرف يا جماعة ايه السيرفرات اللي هنشتغل عليها من خلال الكورس بتاعنا ده، وايه اساميها، وايه الايباد بتاعتها، وازاي هي بتشتغل، وايه فكرة عملها، وهي شغالة ازاي. الدرس ده مهم جدا لان برنامج في ام وير فيو بيستخدم اكتر من سيرفيس، بيستخدم اكتر من سيرفر. لازم السيرفرات دي متصله بشكل معين، فيها ريكويرمنت معينه عشان تقدر تشتغل مع بعض. ما هواش زي برنامج الفي ام وير في سفير، هو عباره عن سيرفر واحد تنزل على البرنامج وتشتغل اللي هو في سفير وتشتغل مباشره. لا، الفي ام وير فيو بيحتاج حاجات كتير جدا، بيحتاج دومين، وبيحتاج في سنتر، وبيحتاج اس اكس سيرفر، وبيحتاج كونكشن سيرفر، وغيرها من السيرفرات. زي حاجات كتير جدا عشان نقدر في النهايه نعمل حاجه اسمها في دي اي، ونعمل فيرتشواليزيشن للديسكتوب. عشان كده هنركز قوي ونفهم قوي ايه السيت اب لاب، عشان في كونفيجريشن كتير جدا هتحتاج تعملها قبل ما تبدا تقول اقدر دلوقتي اعمل انستليشنز. فقط ان انا اعمل انستليشن للفي ام وير فيو عندي. فعشان تقدر تعمل انستليشن في ام وير فيو لازم تفهم ايه اللي انت محتاجه الاول. عشان تعمل الكلام ده فانت محتاج دومين سيرفر، سيرفر ويندوز 2008، كل سيرفراتنا هتكون ويندوز 2008 R2. دومين سيرفر ويندوز 2008، الدومين ده نازل عليه دي اتش سي بي، هيكون الاي بي بالشكل ده. احتاج يا جماعه اكتر من اي اس اكس سيرفر او اس اكس سيرفر او اكتر، طبعا على حسب احنا بنتكلم فلاف، فممكن واحد. لكن انت لو عاوز انفايرمنت كبيره طبعا هتحتاج على حسب عدد اليوزرز انت هتعمل لهم فيرتشوال ماشين، فهتحتاج اي اس اكس سيرفر واحد او اكتر. هنسمي السيرفر بتاعنا الاول اس اكس اي والاي بي بتاعه بالشكل ده، واس اكس اي 2 والاي بي بتاعه بالشكل ده. عشان تقدر تعمل مانج لاكتر من اس اكس سيرفر، وعشان تقدر تربطه بالفي ام وير فيو، في ام وير فيو ما يقدرش يتصل مباشره بالاس اكس سيرفر، انما ده لازم يتصل من خلال في سنتر. احنا الفي سنتر طبعا ده هو الفيرتشوال سنتر، ده البرنامج اللي بيعمل مانج لاكتر من اس اكس سيرفر عندنا. فعشان كده نحتاج في سنتر مانج الاس اكس سيرفرز اللي عندنا. طيب نقطه مهمه بس، عشان الناس ممكن تقول طب ايه لازمه الاس اكس سيرفر؟ بصوا يا جماعة، الـ VMware View هو برنامج بيكاريت الماشين ويعمل لها مانج ويوصلها بالكلاينت اللي هو هيستخدم برنامج موجود على الجهاز عنده عشان يقدر يشتغل. طيب الماشين نفسها هتتعمل لها هوست فين؟ هيتعمل لها هوست على سيرفرات VMware vSphere S6. فلازم يكون عندي S6 سيرفر، ده اللي هبني عليه الماشينز، وسيرفر تاني اللي هيبقى على الـ VMware View هو اللي هيقدر يعمل المانج الماشين ديت، يكريتها، يمسحها، يعدل فيها في كل حاجه. فعشان كده برنامج في ام وير في ام وير فيو لوحده ما بيقدرش يتعامل مع الماشين، او ما يقدرش يكريت ماشين، او مش بيعمل هوست للماشين عنده. لا، ده هو بيعمل هوست للماشين على الفي ام وير في سفير. يا ريت النقطه دي تكون واضحه عشان نقدر نبدا الكورس بتاعنا صح. فانا عشان اشتغل في ام وير فيو لازم يكون عندي اس اكس سيرفر، وعندي في سنتر مانج لكل الاي اس اكس سيرفر عندي. طيب الدومين لازمته ايه؟ الدومين طبعا عشان موضوع البرميشنز، موضوع ان اليوزر عشان ما ياكسس الماشينز بتاعتنا. اليوزر يا جماعه عشان ياكسس الماشين، اليوزر بيكون عنده جهاز ممكن ياكسس الماشين ده من خلال لابتوب، من خلال ايباد، ايفون، من خلال زيرو بي سي. اليوزرز بيحتاج بس برنامج بيبقى كلاينت عنده، في ام وير فيو كلاينت، بيستخدمه، بيدخل يوزر نيم والباسورد الخاص بيه، وعن طريق الدومين ببقى رابط كده بين اليوزر نيم والباسورد ده، ومرابطه بفيرشوال ماشين موجوده عندي جوه الاس اكس سيرفر. فما يدخل يوزر نيم والباسورد بيروح يتصل اول بالفيو كونكتر، وبعد كده بيخش على الماشين الموجوده جوه الاس اكس ار. بحتاج الديش سبي يا جماعه طبعا عشان يوزع لنا الاي بيهات على الفيرشوال ماشين اللي هتتكريت على الفي سيرفر. فلازم الكلام ده كله يكون موجود عندنا. طيب ده يبقى عندنا دومين، عندنا في سنتر، عندنا اي اس اكس سيرفر واحد او اكتر. طبعا كل الكلام ده متصل من خلال سويتش. ممكن يكون عندنا نكاريت الماشين ديت على الاي اس اكس سيرفر لوكال، او يكون عندنا سان ستورج او ناس ستورج، ويكون الماشين موجوده على الاستورج.
طيب نقطة هنا، في طبعا ناس هتقول ازاي اقدر اكاريت في سنتر، او ازاي اكاريت اس اكس سيرفر، او ازاي اكاريت فيرتشوال ماشين. طبعا مش هنا، مش ده الوقت ان احنا هنتكلم فيه نكاريت الكلام ده، انما احنا اوريدي في كورس اللي هو الفي ام وير في سفير اللي شرحناه في الموقع، ممكن تخش فيه هيعلمك كل المعلومات اللي انت هتحتاجها عشان تقدر تبدا الكورس ده. هيعلمك ازاي تكاري، تقدر تعمل انستليشن للاي اس اكس، تعمل انستليشن في سنتر، تعمل مانج الاي اس اكس من خلال في سنتر، تكاري فيرتشوال ماشين، تعمل لها كوبي كلون، تقدر تكاري ستورج، تقدر تكاري نتورك وغيرها من المعلومات. فالكورسات او الفيديوهات الموجوده في كورس الفي ام وير في سفير تغطي كل المعلومات اللي انت هتحتاجها في الجزئيه دي. فأي واحد لسه مش ذاكر الفيديوهات دي لازم يذاكرها الأول قبل ما يبتدي معانا في كورس الـ VMware View، لأنه بدونها مش هيقدر يكمل يا جماعة، لأن الـ VMware View كل الماشينز اللي هيقدر يتعامل معاها متصلة موجودة على الـ ESX Server. أنت لو مش فاهم الـ ESX Server مش هتقدر تفهم الـ VMware View عندنا. طيب يبقى عندنا دلوقتي 4 سيرفرات أو دومين في سنتر، اس اكس 1 واس اكس 2، ممكن يبقى اس اكس 1 بس يا جماعه مش لازم التاني. طيب السيرفرات ديت اساسي، يعني اي انفراستراكشر فيرتشواليزيشن موجوده. طب ايه بقى موضوع الفي ام وير فيو؟ الفي ام وير فيو يا جماعه ليه سيرفرات كتير قوي، لكن مش كل السيرفرات ديت هنحتاجها عندنا في الحياه العمليه، انما السيرفرات ديت في منها اساسي وفي منها ثانوي بنعمله على حسب الاستخدام. لكن انا في الكورس، لان احنا هنتكلم على كل الفيتشر موجوده في الفي ام وير فيو، فعملت سيرفر لكل الفيتشر وكل الرولز اللي ممكن استفاد منها في الكورس ده او في البرنامج ده. لكن مش كل السيرفرات ديت هتحتاجها في الحقيقه، على حسب استخدامك وعلى حسب الاسلوب اللي هتتعامل بيه مع البرنامج ده وحسب احتياجات الشركه بتاعتك هتستخدم بعض السيرفرات ديت مش كلها. اهم سيرفر او اهم رولز من الرولز بتاعه الفي ام وير فيو اللي هي الفيو كونكشن. فيو كونكشن ده يا جماعه هنتعلم ان شاء الله في الدرس الجاي، في عباره عن الفي ام وير كومبوننت اللي هي الحاجات ديت، هنشوف يعني ايه الفي ام وير كونكشن، هنشوف يعني ايه الفي ام وير كومبوزر وغيرها. طيب ايه الفي ام وير فيو كونكشن؟ الفي ام وير فيو كونكشن يا جماعه ده عبارة عن سيرفر المسؤول بكريات الماشين، بتعديل الماشين، بمسح الماشين، بكريات البول، بعمل بيرميشنز، بعمل الربط بين الكلاينت وبين الفيرشوال ماشين الخاص بيه على السيرفر. طبعا لسه هنتكلم عليه اكتر في الجزء الجاي، في الدرس الجاي، في اما نشرحه في الفيو كومبوننت. هنعمل سيرفر يا جماعة تاني اللي هو الفيو كومبوزر. الفيو كومبوزر ده يا جماعة هو اللي بيألف الماشينز، هو اللي بقى اقول له كده انا عاوز 50 ماشين من النسخة ديت، فبيعمل لي كوبي ال50 ماشين من النسخة ديت ويعدلها لي ويسميها لي بأسماء معينة ويعمل لي بها انستولز وينزل على الايجنت ويعمل فيها كل حاجة ويديها لي بشكل جاهز، يقول لي اتفضل دي ال50 ماشين اللي انت طلبتهم. الفيو كونكشن حاجة أساسية لازم تكون موجودة في أي فيو سنتر. الفيو كومبوزر طبعا بنسبة 90% بنحتاجها، لكن في بعض الداتا سنتر ما بتستخدمهاش وبتكريت لوك مانوال ماشينز، بيكريت هو بشكل مانوال، مش بيستخدم كومبوزر ان هو يكريت له بشكل اوتوميتد. الفيو ترانسفير هنستخدمه ان شاء الله في عملية اللوكال مود، ازاي تقدر تعمل كوبي من الماشينز اللي موجودة على السيرفر للفيرشوال ماشين ديت، تنقلها على جهاز اليوزر عشان ياخدها معاه في البيت عشان يشتغل فيها، لو ما يرجع الشغل يعمل عملية سينك بين الفيو النسخة الموجودة على جهازه وبين السيرفر. كل ده بيتم من خلال الفيو ترانسفير، فمعنى كده الفيو ترانسفير مش هحتاجه الا في موضوع اللوكال مود، هنتعرف عليه اكتر برك في الدرس الجاي. الفيو سكيورتي ده خاص بالناس اللي عاوزه تاكسس الفيرشوال ماشين بتاعها اوفر انترنت او من بره الشركه. الفيو ريبليكا ده السيرفر المسؤول عن عمليه ان هو يقدر يعمل ريبليكا من السيرفر الفيو كونكشن تحديدا، يعني هو بيعمل ريبليكا من السيرفر ده ان هو بياخد نسخه من كل المعلومات اللي موجوده على السيرفر ده ويحطها على السيرفر التاني عشان يعمل عمليه هاي افيلابيلتي ولود بالانس عندي. الفيو داتابيز ده عباره عن يا جماعه عن داتابيز اس كيو ال ويندوز 2008 بنكريت عندنا، يعني انت لو عندك سيرفر اوريدي موجود على اس كيو ال 2008 مش هتعمل السيرفر ده، اوريدي ممكن تستخدم اي داتابيز عندك عشان نقدر نكريت بيها الداتابيز الخاصه بالكمبوزر. والاهم من كده ان انا بقدر اكريت فيها الداتابيز الخاصه بالايفنت لوج،
الـ VMware View Connection بيحتاج داتابيز عشان يسجل فيها الايفنت لوج ده لو انت عاوز تعمل مونيتورنج عادي. التيرمينال سيرفر ده عبارة عن بولز من انواع البولز الخاصة بالـ VMware Connection. يعني بولز يا جماعة يعني عبارة عن مجموعة من الماشينز، ان انا ممكن اعمل انتجريشن بين التيرمينال سيرفر اللي هو بتاع مايكروسوفت مع الفيو كومبوزر، ان اليوزر بدل ما يخش من خلال الفيو كونكشن على فيرتشوال ماشين موجودة على اس 6، لا ده هو يخش من خلال الفي ام وير ده على ريموت ديسكتوب سيرفيس ببروتوكول ار دي بي على سيرفر معمول لريموت ديسكتوب. في الحاله دي طبعا ديت مش فيرتشوال ماشين، انما ديت عباره عن ريموت ديسكتوب سيرفيس عندنا. فيزيكال بي سي، هنجرب كده هنستخدم موضوع ان احنا ازاي نقدر نعمل فيزيكال بي سي اليوزرز. طبعا موضوع فكره غريبه شويه، مش يعني مش ماشي قوي مع الفي ام وير فيو، ان احنا بنتكلم طبعا على كل فيرتشواليزيشنز. الفيزيكال في البي سي ده يا جماعه نوع من انواع البولز عندي، ان انا هقدر اكاريت اكتر من فيزيكال بي سي واليوزر يقدر ياكسسها من خلال فيو كونكشن. يعني عامله ازاي؟ يعني يوزر عنده فيزيكال بي سي عادي هيتصل من خلال فيو كونكشن عشان يفتح فيرتشوال فيزيكال بي سي تانية، يعني فيزيكال تو فيزيكال. طبعا هي لك بعض الكيسز اللي بتبقى مهمه ان انا ممكن استخدمها لو انا عامل فيزيكال بي سي ده على بليت سيرفر وغيرها. طيب ايه الرولز اللي عندي المهمه وايه الرولز المش مهمه؟ الرولز المهمه عندي او السيرفرات اللي انا هستخدمها يا جماعه دايما الفيو كونكشن الفيو كومبوزر، ده اكتر سيرفرين هستخدمهم في الكورس عندي، ودول اتبرك اكتر اتنين سيرفر هتستخدمهم في الواقع العملي بتاعك. لكن احنا طبعا هنعمل كل درس شكل ما شفنا في الدروس اللي هنعدي عليها في موضوع التوبكس، هنعدي على كل السيرفرات دي ازاي نقدر نعملها انستليشن وكونفيجريشن وازاي نقدر نشتغل عليها. لكن المهم عندك في اي انفايرمنت في اي شركه اتنين عندك الفيو كونكشن والفيو كومبوزر، دولت دايما بنستخدمهم في اي شركه. اما بقيه الرولز ممكن استغنى عنها ممكن ما استخدمهاش عندي خالص ما دام انا مش في احتياج ليها عندي. لكن طبعا لازم يكون عندي دومين في سنتر اس اكس سيرفر اس اكس ار. كل يا جماعه السيرفرات ديت عباره عن ويندوز 2008 طبعا ما عدا الاس اكس اي، ده عباره عن اس اكس سيرفر بسفير 5. كل الناس ديت متصلة عندي في نفس الشبكة اللي هي 192.168.1 دوت اكس، كلهم متصلين في شبكة لوكال متصلين من خلال سويتش عندي. كل الأجهزة دي ويندوز 2008 معمولة جوين دومين عندي في الدومين اللي اسمه في ام مان دوت مي، في أي جهاز باسم الأسامي اللي موجودة ديت وجوين دوت في ام مان دوت مي، والأيبيهات شكل ما احنا شايفين. دايما نركز في اللاب ده أو في الشكل ده عشان لما نيجي نشتغل ونتكريت ونتنقل بين السيرفرات ما نتوهش ونقول ايه السيرفرات ده او عمله امتى، لا احنا اوريدي عندنا السيرفرات قدامنا واضحه شكل ما احنا شايفين. لو احنا عاوزين نشوف الكلام ده في الواقع، اول حاجه ده يا جماعه ده عباره عن السيرفر اللي هو الفي سنتر عندي، ده عباره عن سيرفر عليه الفي سنتر، ده عليه برنامج الفي سنتر سيرفر اللي هو 5 اللي هو الاي بي بتاعه 192.168.1.200. السيرفر بتاعي سيرفر الدومين اللي هو الاي بي بتاعه 192.168.1.220، هفتحه واشوف الديش سي بي بتاعنا واشوف الدومين بتاعنا واشوف الاجهزه الجوين عندي. ده اسم السيرفر مسميه دومين دوت في ام مان دوت مي، الاي بي بتاعه 192.168.1.220. فكل السيرفرات في الدي ان اس بتاعهم بدخل لهم اللي هو 1.220 لان ده اللي بيحتوي على الدي ان اس بتاعتنا. لما افتح دلوقتي الاكتف دايركتوري انا اوريدي عامل انستليشن للدومين وعامل جويند بكل الاجهزه الموجوده عندي كلها شغاله ويندوز سيرفر 2008 ما عدا سيرفرات الاي اس اكس طبعا. وافتح الدي اتش سي بي بردك، ده الدي اتش سي بي بتاعي يا جماعه بيوزع من رينج 192.168.1، هنشوف البول هتلاقي 101 لغايه 200 والسيرفرات باديه من اول 200 لغايه ما يقرب من 230. ده يا جماعة الـ VMMN ده اسم الدومين بتاعي.
طبعا هو الضمان ده منزل احنا كلنا عارفين بيكون في شكل ديفولت بعد الايوز وبعض الكونتينرز، لكن انا قمت بعمل ايو جديده سميتها سيرفرز عشان احط فيها كل السيرفرات بتاعتي عشان اعزلها عن بقيه الايوز عشان لما تيجي اطبق بوليسي. عامل دلوقتي سيرفر تي اس تيرمينال سيرفر، الفي سنتر، الفيو كومبوزر، الفيو كونكشن، الفيو داتابيز، الفيو ريبليكا، الفيو سكيورتي، والفيو ترانسفير. دي اسامي السيرفرات اللي اوريدي جوين عندي في الدومين بنفس الاسامي اللي موجوده عندنا في اللاب سيت اب في الشكل اللي شفناه في الدياجرام اللي شفناه، وبنفس الايبهات اللي موجوده في الدياجرام. عملت يا جماعه تاني ايو تانيه، ايو التانيه دي اتعملت فيها بعض الايو الفرعيه عشان لما نيجي نشتغل ان شاء الله ونيجي نكريت مثلا بول من نوع في ام فول في ام، او بول من نوع لينكد كلون، او بول من نوع كويس كمود، هيبقى عندنا مكاري كل اويو خاصة بالبول دي. طبعا الكلام ده هو تنظيمي، هو مش اساسي ان انت تقدر ان انت تعمل بول عشان اويو عشان تبول معينة، لا انا ممكن لاي اويو او الديفولت اويو عندي اللي هي مثلا يوزر اكاريت فيها الكمبيوترات بتاعتي او غيره، او بالديفولت اويو اللي اسمها كمبيوتر اكاريت فيها الكمبيوترات اللي انا عاوزها. لكن انا عملتها موضوع تقسيمي عشان لما تيجي ان شاء الله نطبق بوليسي او جروب بوليسي عشان نطبق البرسونا بروفايل او الريدايركت، يبقى انا مقسم الدنيا عندي عشان سهولة الاستخدام عندي عندنا. يبقى ده الضمان بتاعي، ديت السيرفرات اللي جوين، وديت الاويوز اللي انا عاملها عشان ان شاء الله لما اجي اكريت فيرتشوال ماشينز خاصة باليوزرز عندي. يبقى كده شوفنا اللاب سيت اب الخاصة بينا دلوقتي، عندنا اكتر من سيرفر، دومين ديش سي بي في سنتر اس اكس سيرفر واحد او اكتر، فيو كونكشن، فيو كومبوزر، فيو ترانسفير، فيو سكيورتي، فيو ريبليكا، داتابيز، تيرمينال سيرفر، وفيزيكال بي سي. كل سيرفر ده هنحتاجه في وقت ما احنا وقت معين هنستخدمه فيه، مش كل السيرفرات هنستخدمها يا جماعة في نفس الوقت، انما في بعض السيرفرات اساسية وبعض السيرفرات هتكون مطفية مش هنستخدمها الا في الوقت اللي احنا محتاجينه. السيرفرات دي يا جماعة كلها مبنية على سيرفرين فيزيكال، ثلاث سيرفرات بالفعل، سيرفرين اس اكس فيزيكال اللي هما دولت، يعني انا كده اتكلم في الانفيرمنت ده عباره عن الفي سنتر الخاص بيا، في سيرفرين الاس اكس اي 1 والاس اكس اي 2. انا مكريت جواهم السيرفرات اللي هي الفيو كومبوزر والفيو كونكشن والداتابيز والريبليكا، عاملها فيرتشوال ماشين. طبعا ده مش صح، يعني طبعا في الحقيقه ان احنا بنستخدم السيرفرات ده على فيزيكال بي سي، يعني مش بكريت ماشين للفيو كونكتور لا او الفيو كومبوزر، لا ده انا بعمل فيزيكال بي سي بجيبه وبنزل عليه البرنامج اللي هو خاص بالفي ام وير فيو، والرولز بختار الرولز اللي هي في ام وير فيو كونكشن شكل ما هنشوف عمليه السيت اب عندنا. لكن طبعا لان احنا مش عندنا احنا في لاب او نتعلم فقط لا غير، مش عندنا هاردوير كتير ان انا يبقى عندي مثلا خمس ست سيرفرات، انا عندي سيرفرين بس، فانا على السيرفر عامل عليه السيرفرات كلها، التيرمينال والكومبوزر والفيو وغيرها، والسيرفر التاني حاطط عليه التمبلت اللي هنعمل من خلالها الفيرشوال ماشين الخاصة باليوزرز. فده السيرفرين بتوعي، وده السيرفرات التانية اللي هنستخدمها في موضوع الفي ام وير فيو، وده انا مكريتها ومنزل فيها الويندوز ومنظبط ايباهاتها وعمل لها جوين، لكن ما نزلتش برامج الفي ام وير فيو لسه حتى الان، وهنشوفها ان شاء الله في الدرس الرابع ازاي نقدر نكريت ازاي نقدر نعمل انستليشن وكونفيجريشن للبرامج الفي ام وير فيو عندي. فده الفي سنتر، وديت السيرفرات الخاصة بي. لو شفتها بشكل تاني اسهل شوية، لان انا مقسم كده فولدرات، ده السيرفرات بتاعتي وده التمبلت وده الايوز اللي احنا كنا عاملينها. طبعا دي مش ايوز، ده فولدرات، لكن انا مسميها بنفس اسامي الايوز الموجودة في الدومين. ده كارت تحت هنا، كارت الماشينز بتاعتي الخاصة بالكلاينت، أما دي السيرفرات الخاصة بالـ VMware View عندي. بشكل ما اتفقنا هو ده مش الصح، لكن طبعا إحنا كلاب وأي واحد عاوز يطبق، فمش لازم يكون عندك كل كمية السيرفرات الكتيرة أوي ديت عشان تقدر تطبق الكلام ده في عندك في البيت عندك، لا أنت بتحتاج سيرفرين اتنين أو تلاتة على حسب طبعا قدرتك، وتستخدمهم وتكارت عليهم كل الماشينز. السيرفرات اللي انا بستخدمها عبارة عن سيرفرات فيزيكال من نوع ديل، ورك ستيشن 680، هي 2 بروسيسور زيون و8 جيجا رامات عندي، عندي اكتر من ستورج، ستورج لوكال الخاصة بالفيرتشوال
السيرفر، وعندي هارد سوليد ستيت موصله، وعندي هاردات من نوع ايس كازي متوصله موجوده في جهاز سيرفر تاني. فعندي اكتر من ستورج، ستورج لوكال عاديه، وستورج لوكال لكن من نوع سوليد ستيت، وستورج من نوع ايس كازي موجوده على سيرفر موجوده عندي، عامله كناس ستورج عندي. نفس الكلام هنا، لو جيت في الاستورج هلاقي الاستورج ديت ما عدا الهارد سوليد ستيت هو موجود في سيرفر 2 اللي هنعمل عليه الماشينز بتاعتي. السيرفرين من نفس النوع، من نوع ديل. اي حد يا جماعة ممكن يعمل اللاب ده عنده في البيت على اجهزة اقل من كده، ممكن يبقى اجهزة 4 جيجا رام، مش لازم 8 جيجا رام، وممكن بروسيسور واحد عندنا، لكن طبعا هيعاني في مشكلة البطء في كريات الماشين وعملها. فعشان كده حاول دايما ان انت يكون عندك هاردوير اعلى، لكن لو عاوز تعمل لاب بسيط ممكن تكريته وتستحمل الوقت شوية لغاية لما تتعلم الأول، وبعد كده تطبقه على أجهزة أكبر أو تطبقه عندك في الشغل في الإدارة. بكده يبقى خلصنا الدرس التاني الخاص بينا اللي هو موضوع خاص باللاب سيت أب عندي. شوفنا السيرفرات اللي هنستخدمها، شوفنا إيه السيرفرات بأساميها وأيباهاتها والدومين والديش سي بي، وإن كل السيرفرات دي جوين عندي. مش كل السيرفرات دي أنا محتاجة تشتغل في نفس الوقت، إنما في سيرفرات أساسية. السيرفرات الأساسية اللي هستخدمها دايما الدومين والجي سنتر والاس اكس سيرفر والفيو كونكشن والفيو كومبوزر، لكن بقية السيرفرات مش لازم تكون شغالة ما دام أنا مش محتاجها أو مش محتاج الرولز اللي بتقوم بيها. فعند السيرفرات التانية دي لازم تكون شغالة، لو في أي سيرفر مش شغال مش هنقدر تقدر تعمل الفي ام وير ويشتغل بشكل سليم عندك. إن شاء الله نتعلم كده، خلصنا الدرس التاني، إن شاء الله نتعلم في الدرس التالت إيه الأدوار الخاصة بالفي ام وير فيو كومبوننت، ايه اللي هو الفي كونكشن، ايه الفيو كومبوزر والفيو ترانسفير والفيو سكيورتي والفيو ريبليكا وغيرها من الرولز او الكومبوننت الخاصة بمنتج في ام وير فيو عندنا. كان معاكم مهندس خالد دسوقي سينيور سيستم انجينير والمؤسس لموقع في ام ان دوت. شكرا جدا لاستماعكم.